الألوان رائعة جدا، لا وجود لمثيلها في هذه الحياة. رأيت شجرة ضخمة وطيور تغادرها، أزهار أمر من خلالها. عندما اقتربت منها لمحت شفرة واحدة من العشب، انفصلت عن الباقي. كان لونها أخضر يشع بالحياة. أنظر إليها وكأنني أستعمل عدسة التزويم أو عدسة التكبير التي تتوفر عليها الكاميرا. رأيت كل تفاصيل الشفرة، الكلوروفيل، كل شيء داخلها كان حياً ومتحركاً. وبعد ذلك اجتزت تلك الشفرة من العشب وعبرت الأرض، ورأيت كل الجذور للعشب والأزهار والشجر التي تترابط وتتداخل فيما بينها. كنت أتواجد قرب كل شجرة بحيث كنت أتجول تحت الأرض، وقلت عجبا، كل شيء مترابط، الشجرة الضخمة، الماء، كل العناصر مترابطة، ليس هناك عنصر منعزل عن العناصر الأخرى. وسمعت هذا الكلام، أنسي مثل هذه الشفرة من العشب، تعتقدين أنك منعزلة عن الحديقة، ولكنك لست وحدك، أنت أيضا متصلة ومترابطة بكل ما يحدث. أنت ترين ما قررت أن ترينه، ترين الأشياء من منظورك، وهذا ما يجعلك تعيسة. ثم غادرت تلك الحديقة في حالة مريبة ولست مستعدة للرجوع. وفي رمشة عين وجدت نفسي في غرفتي، كنت في السقف أنظر إلى الأسفل وإلى المشهد. كان الوقت ليلا، الباب أي باب الغرفة كان مفتوحا والرواق كان مضيئا. غادرت الغرفة، وعوض أن أمر عبر الباب مررت من خلال الحائط وسرت في الرواق الذي كان خاليا. رأيت كراسي زرقاء اللون، وبجانب غرفتي كانت تتواجد غرفة أخرى فيها ملفات وجهاز هاتف، وكل شيء بداخلها كان في فوضى وغير منظم ولا وجود لأحد هناك. لم أهتم لذلك وعدت ومررت مجددا من خلال الحائط. تمنيت أن أمكث في هذا الوضع لأنه كان جديدا علي. ثم رأيت سريرا وأحدهم ممددا عليه. آه، إنها مكسورة من الرأس إلى القدمين، هذه المسكينة، شعرها متسخ. لم أكن أفهم أنها أنا. رأيت جهازا من يساري وأسمع أصوات. ومن هذا الذي يمسك بيد هذه الفتاة؟ اقتربت، إنه والدي. كم هو حزين، ما الذي يحدث له؟ ما الذي يحصل هنا؟ قلت، أبي أنا هنا، أنا بخير، ارفع رأسك، أنا هنا. ثم تذكرت انتحاري وقلت أنا آسفة، وفكرت ربما لا يستطيع أن يجيبني بحيث لا يسمعني. قررت أن أدخل من خلال جسده كما فعلت بالنسبة للحائط. مررت عبر مقدمة رأسه، وهناك أصبحت هو. اكتشفت ماهيته ومقداره، لا أقول ذلك لأنه والدي، ولكنني قد دمرته. رأيت حياته، لم يستسلم أبدا في مواجهة ابتلاءاته في الحياة، يجب أن أكون قوية من أجله. ثم عدت إلى جسدي وأصبحت أندمج مع المكان، أسمع أصوات الآلات، وكنت ممددة هناك منذ 5 أيام. وأضعوني في غيبوبة اصطناعية لتثبيت عمودي الفقري الذي انكسر، واستعملوا جبائر من الجبس لتثبيته ومنعي من الحركة. مكثت هناك لمدة 3 أشهر وكنت في حالة يرتى لها. من الناحية الجسدية كنت ممزقة ومكسورة، ومن الناحية النفسية كنت محطمة أيضا. عندما فتحت عيني تساءلت، ما الذي رأيته؟ لم أعرف أين أتواجد، يبدو أنني ما زلت أستمر في رؤية النور. قلت، بابا لن تصدق ما الذي حدث معي، لن تصدق من رأيت. كنت أتمتم. قال، أنت فقدت عقلك. أمرني أن ألتزم الصمت لكي لا أنتهي في مصحة المجانين أو يناولوني أدوية معينة. اصمتي، وهذا ما فعلته.
كان هناك أناس يأتون لزيارتي، وذلك فقط لرؤية كيف يبدو شخص حاول الانتحار. ثم أتى أصدقائي في المدرسة، كنت أطلب منهم أن يزودوني بالدروس، أردت أن أعيش. أتى الأساتذة لزيارتي، كنت في حالة سيئة لدرجة أن البعض لا يستطيع النظر إلي. أما الفضوليون الذين يأتون فقط لرؤية كيف أبدو، فقد كنت أواجههم بكل صراحة. كنت أقول اغربوا عن وجهي، كانوا مصدومين لأنني كنت أتحدث بتلك الطريقة، ليس ذلك السلوك من طبعي. كنت شخصا خجولا لطيفا وقد تغيرت، وبصدفة تعاطفت معي منظفة المستشفى أو الخادمة، طلبت منها مرة أن تساعدني على مغادرة السرير والوقوف، ورفضت حيث كانت تخشى أن يتم فصلها عن العمل. قالت سوف تتألمين، أجبتها هذا يخصني، أطلب منك فقط أن تساندينني لكي أغادر هذا السرير. قالت لا يمكن لك فعل ذلك، أنت مشلولة. لم أصدق ذلك، لم يخبرني أحد، لا والدي ولا الأطباء. وعندما أتى والدي والأطباء أكدوا ذلك وأخبروني أن النخاع الشوكي تأدى ونتج عن ذلك شلل الساقين. قال والدي هناك مدارس خاصة بالمعاقين، سوف نغادر البيت، نشتري الكرسي المتحرك. ولكنني لم أستسلم، رفضت تقبل الوضع، قلت سوف أتمكن من المشي من جديد وسوف أركب الدرجة الهوائية أيضا. وهذا الإصرار والرفض هو من أنقذني، حافظت على الأمل مما ساعدني على تقوية معنوياتي. وبعد 3 أشهر عندما ذهبت إلى مركز الترويض، كنت أقرص وأضرب ساقي ولكنني لم أشعر بأي ألم. ما عشته في تجربتي الاقتراب من الموت كان ما يزال بداخلي، لم أعرف حتى اسم هذه التجارب. تلك الطاقة والقوة تستطيع أن تتضاعف عندما نحتاج إليها. كنت فعلا أتواجد في أسفل الهاوية، ولكن تلك القوة منعتني من معاودة فعلتي. احتجت لكثير من الوقت وبعض الخصوصية أن يدعني الآخرون وشأني، أن أبقى في الهدوء والصمت والبحث عن نفس الهدوء والصمت الذي عشته في تجربتي والظلام، لكي أبحث في أعماقي عن هذا الجزء المضيء، تلك النفخة الإلهية التي سوف تساعدني على الوقوف مجددا. كنت أتدرب في السر، أذهب إلى قاعة الرياضة ليلا، كنت أتمرن على القضبان المتوازية، وعندما علم محيطي بذلك أغلقوا القاعة بالمفتاح. الجميع حكموا علي مسبقا، حكموا علي بالعيش مدى حياتي على ذلك الكرسي المتحرك. سؤال، ما هي نظرتك اليوم حول الموت وهدف الحياة؟ ذات يوم لم أشعر أنني بخير، كنت قد تزوجت وأنجبت طفلتي، اشتغلت كجليسة أطفال، تنتابني الشكوك واليأس من الاستمرار في العمل، وأحيانا أبدأ في الدخول في الاكتئاب من جديد، وحينها تحدث أشياء غريبة، مثلا الطاقة في البيت التي تتغير، التلفاز الذي يتعطل، والمصابيح التي تنطفئ فجأة. أعرف أنها هي، إنها والدتي. ثم أناديها، هل هذه أنت يا أمي؟ أشعر أنني مجنونة لكوني أتحدث مع نفسي، ولكن إنها هي، لهذا لم أعد أخشى الموت. هذه الأشياء تغير الحياة، لا يمكن عدم المبالاة بهذه الأشياء. أنا في سلام لما يحدث بعد الموت، لكنني أؤكد أنه ليس سهلا فقدان قريب، وذلك بسبب الروابط التي تجمعنا، الروابط الجسدية، الكلام، الصوت، الذكريات، وهذا أيضا يتطلب عملا يمكن فعله. يجب أن لا نتعلق كثيرا بالآخرين، بمعنى ذلك التعلق الذي يتحول إلى نوع من الإدمان أو الهوس، وهذا صحيح مع جميع الأشياء. أشياء كثيرة تتغير، العلاقة مع المادة مثلا، المال، كل الروابط مع العالم تتغير، لأننا نجد نفسنا فجأة في جو من العلاقات الإنسانية الحقيقية. لا أقول أنه ليس من الضروري الحصول على المال، بل إنه من الضروريات البدائية،
ولكن يجب أن لا نسعى وراءه بطريقة جنونية أي للحصول على المزيد. هنا تكمن المشكلة وفقدان التوازن، وهنا يوجد الضرر الذي يتبعه الألم. رسالة أخرى مهمة: انطلاقا من تجربتي من الاقتراب من الموت، فإن النور الذي رأيته يتواجد داخل كل فرد منا. هذا شيء مذهل، لم أكن أتخيل أبدا أنني أملك ذلك في داخلي. لو علمت ذلك لما حاولت الانتحار. هذا ما يجب إخبار الناس به. إذا أدركنا هذه القوة اللامحدودة من الحب، سوف نعلم أننا قادرين على مواجهة الحياة. لن نفهم ذلك إلا عندما نتوجه إلى أعماق أنفسنا، ليس بالهرب أو الاستسلام أو وضع الأقنعة ونصور لأنفسنا أننا أشخاص غير ما نحن في الحقيقة، وهنا الأبواب تنغلق. كنت أنتظر الكثير من الآخرين مما جعلني بائسة. يجب أن نمتلك القدرة على رؤية هذا النور. كيف بدأت التحدث عن تجربتك؟ بعد الحادث بدأت الترويض. التجربة لم تعد موجودة، لازمت الصمت لمدة 22 سنة. تجاوزت آلامي باستعمال تقنياتي الخاصة. تزوجت وأصبحت أما لطفلين. لدي عمل الذي هو عمل جيد، ولكن كل ذلك لم يكن يكفيني. الأهم كان ينقصني. التنويم المغناطيسي ساعدني على رؤية ما بداخلي، وذكرياتي كان لازما علي استرجاعها. كنت دائما متوترة، حتى أنني طلبت بإذن لأحصل على عطلة من العمل. تلك القوة التي كانت بداخلي أرادت أن تخرج وتعبر، وبعدها شعرت براحة. عندما عاد كل شيء إلى السطح، شعرت بالحرية والبهجة. سقطت الأقنعة، شيء جميل لدرجة أن التحول كان ملحوظا. حيث لاحظ التغيير الأشخاص الذين يعرفونني من قبل وبعد. بفضل الأنترنت أي الشبكة العنكبوتية، قرأت كتاب غيمو موندي الحياة بعد الحياة، وصرخت: لست وحيدة، هناك عدد من الناس عاشوا نفس الشيء، هذا لا يصدق. وبعد ذلك شاركت في اجتماعات ونظمت لقاءات بنفسي من خلال تجمعات. كل شيء يحصل بشكل جدي ومترابط. ناس لا أعرفهم يعترفون لي بالرغم أنني لم أطلب ذلك. أشخاص يحتاجون للمساعدة، وناس في حالات صعبة لأنهم بحاجة لتحرير ما بداخلهم. تساءلت كيف لي أن أساعدهم؟ لذلك كونت نفسي وحصلت على دبلوم، ورافقت الأشخاص في حالات نفسية سيئة، أشخاص يرغبون في الانتحار، أولئك الذين لا يستطيعون أن يجدوا هدفا لحياتهم، الذين يرون كل شيء ينهار أمامهم، فقدوا أزواجهم وظائفهم، يجتازون مراحل صعبة. وهذا يحدث لنا جميعا لأننا بشر. لو كنت قابلت شخصا يحسن الاستماع لما وصلت إلى مرحلة الانتحار. يجب أن لا نجلد أنفسنا عندما نكون في حالة بائسة أو صعبة، وأن لا نشعر بالذنب. هذا مهم جدا، لأنني شعرت كثيرا بالذنب. بكيت كثيرا قبل أن أعرف ماذا سأفعل بحياتي، وما الذي أفعله هنا، وماذا علي أن أفعل، وكيف ولماذا ولد. أسئلة كثيرة التي لا نملك لها إجابات، ولكن عندما نبدأ في طرح هذه الأسئلة فإننا أكيد نسير في الطريق الصحيح. إذن فهمت أنني هنا لأساهم بشيء، وهو نشر الحب. كيف أحب بأفضل طريقة ممكنة وطريقة خيرة؟ لا يكفي أن أقول أنا لطيفة وظريفة مع الآخرين، بل يجب أن نظهر ذلك بالدليل والبرهان، وهذا كل يوم، وأن لا نسأم من فعل ذلك أبدا. في الحقيقة لا يمكن أن نسأم عندما نمنح المحبة، لأنها عدل يشمل كل ما يحيط بنا. مثلا عندما أحب أولادي فسوف يكونون في حالة نفسية جيدة، سوف يجتهدون في المدرسة، وهذا سوف يسعد الأساتذة والمدرسين والأصدقاء. الحب لا نهاية له،
الجدة التي لم يزورها أحد، يكفي الابتسامة لها، القيام بأشياء بسيطة، لا يحتاج الأمر لنبحث عن فعل أشياء خارقة ولا جدوى منها. أشعر بالتفاؤل لأن هناك العديد من الناس الذين يجرؤون عن التحدث ويساهمون بقناعاتهم، والمزيد من الناس الذين يجتهدون للتصدي للنظرة المادية وسلك الاتجاه الصحيح بالاهتمام بالطبيعة والاستغناء عن الفخامة كالأثاث الفخم داخل البيت، ولكن دون الاستغناء عن الفخامة داخل القلوب.